بسم الله الرحمن الرحيم. راح حل اكسرسايزز هيدا الدرس الدي سي فولتج، وراح نبلش باكسرسايز 3 page 66. تقريبا راح نحل كل الاكسرسايزز. راح نبلش هلا بهذا الفيديو اكسرسايز 3. فبيقول بهذا الاكسرسايز عندي in the circuit of figure 6، هاي figure 6 هيدا السيركوت. The voltage across the lamp is 3 volt. اللامب وين اللامب؟ وين اللامب؟ عندي هاي اللامب، هاي موتور، هاي سويتش، هاي دراي سيل، هاي البطارية. فهو قايل لي الفولتج اكروس ذا لامب از 3 فولت، فنحن لازم نكتب جيفن. انا عندي هون اكسرسايز 3 بيج 66. الجيفن شو هو؟ اليو فولتج، يعني يو، يو لللامب هي 3 فولت. انا بفضل شو اعمل؟ اكتب على الرسمه هيك 3 فولت. And the voltage across the motor, the voltage across the motor يعني the voltage للموتور، the U للموتور، قال لي 2 volt. هاي 2 volt. السؤال what is the voltage UAB across the closed switch K؟ أول شيء هل لي هيدي السويتش closed، مسكر. إذا مسكر معناتها الكرنت، التيار الكهربائي بيمرق فيها، بيمرق بهاي السيركوت، يعني بيضوي الموتور وبتضوي اللمبة. فلما تكون السويتش كلوزد قلنا الكرنت بيمرق فيها، صح؟ فبتعتبر السويتش كأنها كونكتنج واير، ودايما الفولتج للكونكتنج واير هي زيرو. يعني اول سؤال قال لي قد ايه اليو اي بي؟ ما مين موجود بالاي بي؟ السويتش، والسويتش هي كلوزد، قال لي هو كلوزد سويتش كي، السويتش كلوزد فصارت كونكتنج واير، فصار معناتها زيرو. ال UAB هي زيرو، ليه؟ لأنه ال K صارت is connecting wire أو acts as a connecting wire. طيب ال B شو بيقول بال B؟ What is the voltage UPA؟ UPA مين هي؟ هاي PA. ال voltage يعني across the dry cell at day. UPA across the connecting wire PA. What is the voltage UPA؟ هاي PA، عفوا خلطت PN، انا حطيت قريت تحت. What is the voltage UPA؟ هاي PA، هيدا connecting wire. احسبوا لي الفولتج اللي له قد ايه؟ قد ايه ال UPA؟ نحن اتفقنا ال connecting wire اللي بيكون الفولتج اللي له زيرو. طيب السي شو بيقول بالسي؟ بيقول What is the voltage UPN؟ UPN يعني الفولتج across the dry cell، across the generator، هو سماها generator. قديش الفولتج اللي إلها؟ طيب بجي بتطلع هاي البطارية اللي هون أو هاي الجنريتر اللي هون شو موصل عليه؟ هيك بشتغل. أنا بدي UPN. مين في عندي UPN equal شو؟ equal UPA، صح؟ نحنا بنعرف الكرنت بيمرق من البوزيتيف للنيجاتيف، هيدا الكرنت، التيار الكهربائي بيمرق بالكونكتنج وايرز من البلس للماينس. منبلش UPA، هيك بنعمل UPA بلس. ليش عملت هيك؟ ليه عم بلش ببلس؟ ليه عم جمع؟ لانه هولي كلهم ان سيريس. اليو بي ان هاي شو عطتني كهربا لمين؟ يو بي اي مع يو اي بي مع يو بي سي، يعني اللي هو اليو للموتور، فيني اكتب يو للموتور، بلس يو سي دي اللي هي مين؟ يو لللامب، بلس مين بيبقى عندي؟ يو دي ان، صح؟ يو دي ان. ليش هيك عم بعمل هلا؟ انا هون شو بكتب؟ قل له انه هاي شو السبب ليش عملتهم هيك؟ هي اسمه مش هون اديشن، مش هون بلس اديشن، فبقول له لو اوف اديشن اوف فولتج، ما عم نحكي عن الفولتج، فلو اوف اديشن اوف فولتج، يعني ما حدا يخاف من هيدي الكلمه هاي، ما انت هي لو يعني قانون او قاعده، اديشن ما انا عم بعملهم بلس. طيب شو عرفني انه بلس؟ لانه ان سيريس. فأنا بدي انتبه لما يكونوا موصلين in series فشو بيكونوا الفولتج؟ بجمعهم، بس الكرنت لا بتختلف، بيكون كرنت واحد مارق فيهم كلياتهم، فبصير اسمه law of uniqueness. uniqueness يعني اتحاد، يعني كلهم بيساوي بعض، الكرنت فيهم لهو كلهم نفس الكرنت. نحن عم نحكي بهذا السؤال عن الفولتج. طيب فيو بي ان بدي احسبها، يو بي اي بما ان اليو بي اي هي connecting wire يعني هاي زيرو، UAB شو اتفقنا؟ هي closed switch، UAB 0 كمان هي شو؟ connecting wire صارت كمان.
يو للموتور قد ايه 2 فولت فبنحط 2 فولت بلس يو لللامب قد ايش اتفقنا 3 فولت بلس يو دي ان دي ان شو هي كونكتنج واير يعني معناتها قد ايه 0 فشو بيطلع عندي الجواب هون 2 بلس 3 5 فولت بدي بيقول when the switch is open انا جيت فتحت السويتش لما السويتش تكون open الكرنت خلص ما عادش بيمشي بقلب السيركوت what is the voltage across it مين هي الـ it الـ it راجع للسؤال اللي قبله للجنريتر what is the voltage across the generator للجنريتر هالقد نحن قديش طلعنا الفولتج للجنريتر طلعناه 5 فولت طيب لما السويتش open لما فتحناها قديه بتكون الفولتج للـ UPN قديه نفس الشيء هي الجنريتر هو الموتير او كان البطارية كان فولتج له 5 فولت كان وصلنا عليه شيء ولا ما وصلنا اذا اوبن يعني ما وصلنا عليه شيء خلاص كأنه ولا شيء عم يوصل ما عم بيعطي كهرباء فهو كانت الكلوز ولا كان سويتش اليو بي ان بتضلها هي ذاتها 5 فولت هيك خلصت هذا السؤال اي استفسار انا بخدمتكم